رحمة السبئي ومرفت النصاري فتاتان من مبتوري الأطراف تخرجتا من الجامعة أو في الجامعة الوطنية بالأحرى بتعز قبل أيام، رأى فيهما أبناء المدينة أملا مضاعفا، أمل التغلب على الإعاقة الجسدية من ناحية، وأمل التغلب على أثار الحرب الاقتصادية والتعليمية من ناحية أخرى. تكريما للفتاتين نعرض هنا صورة مرفت النصاري و رحمة السبئي، رحمة مبتورة اليدين ومرفت مبتورة القدم. احتفى ناشطون في تعز بهذه الصورة ونشروها على صفحاتهم في وسائل التواصل. من تفاعلات الناشطين حول هذا الموضوع، هشام الجرادي يقول: المعنى الحقيقي للكفاح. رحمة السبئي ومرفت النصاري خريجات قسم إدارة الأعمال في الجامعة الوطنية بتعز، الأولى مبتورة الذراعين والأخرى مبتورة القدم. يقول: قصص نجاح رغم المعاناة ورغم الظروف. منصور الزيلعي أيضا يتحدث عن الموضوع، يقول: رحمة السبئي مبتورة الذراعين ومرفت النصاري مبتورة القدم، حطمنا بإرادة من حديد كل القيود المجتمعية، وأثبتنا أن الإعاقة إعاقة عقل وليست في الجسد. أثبتنا أيضا بالإرادة أنه يمكنهن صنع المعجزات، وسطرنا تاريخا مشرفا عجز عنه الكثير من الأسوياء.